السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تتشاهدوا معنا هاد الوليدات هنا فين كنعزلهم، ودابا الكواريوم ديالنا راه موسخ. شحال هادي ما حيدتهم حيت كانوا الوليدات صغار بزاف وما قدرش نحيدهم باش ما يموتوش ليا. دابا غيمكن لي نحيدهم، راه كبروا شويه، دابا راه عندهم واحد 15 يوم تقريبا. نحيدهم من هنايا وندير لهم شي سطيله. كما تتشاهدوا معنا انا حيدت النص وباقي تقريبا النص. ها هو النص، هذا دابا الوليدات ديال الحوت. هما دابا درتهم في سطيله في الماء دافي، ماشي بارد، الماء دافي ديالهم اللي تفيه ريحه الحوت. الا درتو لهم الماء ديال الروبيني غادي يموتوا كاملين وبارد. هذا دابا الماء دافي حيت الحوت ديال السخون. كتشاهدوا معنا دابا هما حيدتهم هنايا، وغنحيد هادشي كامل اللي هنايا باش نغسل الكواريوم مزيان، نقيه ونوريكم داكشي ان شاء الله تدريجيا. دابا كي تتشاهدوا معنا الكواريوم ديالنا موسخ، هانت كله موسخ، حالته حالة. المهم دابا كنحاول نجمع الوليدات كاملين، ما نخلي حتى واحد حيت اللي بقى غادي يضيع ليا، غادي يموت. هذه الطريقة باش كنجمع بها الوليدات. هاهما مجموعين كاملين دابا هنايا. تبارك الله شحال، ومازال بقى عندي النص ديال هاد الوليدات في الكواريوم. شتيني الماء كي موسخ، كما كتشاهدوا معنا الماء هنايا ولا موسخ. كندير هاد الطريقة هادي حتى كنخوي الكواريوم مزيان من الحوت، عاد كنخوي داك الماء كنلوحو وكنغسل الكواريوم مزيان بالماء والملح. ها واحد الوحدة كبيرة دايرها هنايا أصلا باش تولد. كنديرها هنا وكنغطيه ليها وكنطفي الضو، حيت الا بقات شاعل الضو كتبقى تاكل الوليدات. كنحاول نشدها بوحدها، نشد معها حتى واحد. هاي شديتها، لكن معها واحد الوليد خصني نخرجو. صافي هو خرج. دابا هادي كنعزلها بوحدها. مثل تشاهدوا معنا ها هي، حتى هاد الماء راه دافي. هذا خديتو من هاد الماء، خديتو من الكواريوم الاخر اللي عندي فيه الولاد بزاف وعندي فيه الحوت كبير نقي، حيت ما خصنيش ندير لهم الماء ديال الروبيني ديريكت. وكنقوم بهاد العمليه حتى كنخوي الكواريوم من الولاد. كندير لهم بحال هكا، نجمعهم من الوسط باش ما يطير ليا حتى واحد. ملي كنهز كيبداو يطيروا، كيطيح شي واحد. كاين واحد جوج هنا لاصقين، حيت الا خرجتهم على المخس غيموتو، خص ضروري نحيدهم نحطهم تما كاين ضروري.
كما تشاهدوا معنا راه باقي الحوت، باقي كنحاول نجمع تنجمعو كامل. باقي عندنا الحوت تبارك الله شحال ديال الوليدات، ومازال كاين الحوت في الكواريوم. هاد الوليدات كناخذهم من الامهات ديالهم اللي كيكونوا عندي في الكواريوم الاولاني اللي غادي نوريكم، اللي وريتكم شحال هادي. بهاد الطريقه هادي الوليدات كيبقاو محفوظين، ما لا خليتهم مع والديهم كياكلوهم، ما كيخليهمش كياكلوهم، غير كيتزادوا كيكونوا باقيين صغارين بزاف، كتكون عندهم السرعه ضعيفه كياكلوهم. دابا راه هادو راه ولاو السرعه ديالهم كبيره، كيجريو وكلشي، ولكن ما غنديرهمش دابا مع الاخرين، تيزيدوا يكبروا شي شويه. تقريبا نزيد واحد 15 يوم اخرى عاد نطلقهم مع الاخرين، ما كيبقاوش ديك الساعه يقربوا ليهم. ها انتو كتشاهدوا معنا هما كيتجمعوا في جهه واحده، ها كيتخلعوا كيجريو كيهربوا، كيحاولوا هما يهربوا. دابا غنكمل العمليه ديالي، نحيد هادشي كامل باش نخوي داك الماء، ونوريكم الطريقه ديالو باش غادي نغسلو ان شاء الله. كما تتشاهدوا معنا هانتوما الكواريوم دابا راه خوا، بقات فيه حوتة وحدة، ها هي شديتها نديها نديرها مع خوتها. هذا هو الحوت اللي عندنا في الكواريوم تبارك الله ما شاء الله، هادشي اللي كاين دابا في الكواريوم ها هو. دابا هادشي كلشي ان شاء الله غيكبر عاوتاني ويخرجوا فيه ديكورا زوينين ملونين، كل واحد في لون، يخرجوا فيه انتيوات، يولوا حتى هما يولدوا تبارك الله بسم الله ما شاء الله. انا قلبت تعييت في اليوتيوب، قلبت باش نشوف اي شي طريقه ديال تربيه الاسماك ما لقيتهاش، وقلت انا ندير هذه للناس يشوفوها وياخذوا فكره طريقه ديال تربيه الاسماك كيفاش تتحافظ على الوليدات. تبارك الله الخير والبركه. دابا بعد ما خوينا الكواريوم ديالنا من الحوت ما بقى فيه والو، دابا نحيد داك الضو، نحيد الفلتر، نحيد الترموستا باش نخوي داك الماء. بالنسبه للضو عندنا هذه هاد البوله، هي هاد اللي داير ليه، هانت كتشوفوا فيها كتشاهدوها، ها هي ديال الماء، كتلصق هنايا الفوق وكتخبى كاع ما كتبان، كتعطي غير الضوء. كنحيدو ليها البريز ديالها، ها هي طفات، كنحيدوها، نحيدو الفلتر، ونحيدو الترموستا. الترموستا كتعطينا تنديرو 28 درجة على حساب البرد، حيت الحوت كيبغي الماء سخون. وبالنسبة للترموميتر ها هو عاطينا هنايا، بالنسبة ليه عاطينا هنايا 25 26 درجة ديال الحرارة. هذا كيلصق عليه هنا في الزجاج الداخل باش كيعطيك درجة الحرارة، باش كتعرف داك الترموستا واش عاطيك الحرارة المناسبة ولا زايدة، خاصها ما تكونش فايتة 28 إلى قوات، وما تهبطش على 24 باش ما يبردش عليهم الماء عاوتاني. دابا غادي نحاول نحيد هاد الشيء هذا باش نوريكم الطريقه ديال الغسيل، كنغسلو بالماء والملحه. كما كتشاهدوا معنا انا دابا كنخوي في الكواريوم ديالي، انا حيت البوله ودرجتها باش يبان لي، ربما يكون باقي شي وليد ديال الحوت يدور تما ولا شي حاجه، حيت كيتخباو كيتخشاو تحت داك الحجار وداك الشيء. انا الطريقه باش كنخوي الكواريوم ديالي هي هذه، ها الماء فين كيمشي دابا، سمحوا لي حيت كنصور بإيد وكنخوي بإيد. الطريقة باش كنخوي الكواريوم دابا هي هادي، ها
الماء موسخ. الكواريوم دابا انا غادي وكيتخوى، مابقاش فيه بزاف. هذه الطريقه السهله باش كنخويه، مع هو ثقيل بزاف، هذه الطريقه باش كنخويه. كيبقى لينا واحد شي شويه، كنخلي واحد شي شويه تقريبا واحد 5 سنتيم، وكنحيدو ديك الحجار وداك لي زاكسيسوار وداكشي اللي كنكونو دايرين. انا مقولهم معايا الحجر مع الوليدات باش يلقاو فين يتخباو، حيت ضروري كيبغيو يتخباو. وتنظن ما بقاوش هنايا الوليدات، كلشي شديتهم، ولكن ضروري غتكون شي حاجه. المهم هذه الطريقه دابا باش كنخوي الكواريوم. انا غنكمل الخويه ونوريكم عاوتاني الطريقه باش كنغسلو. من بعد ما خويت الكواريوم ديالي، ها هو دابا خاوي، فيه حتى حاجه، الماء، الملحه، وكنغسلو. كنحاول نحكو مزيان باش تحيد منو دوك الميكروبات ودوك الجراثيم اللي كانوا يضرو بيه. هاد الشوط الكحوليه غتبدا تحيدها، ملي كندير الماء والملحه ديك الكحوليه كتحيد. كيجي داكشي دقيقي، واصلا الملحه ما غضرهمش، حيت كيبدا كيغسلهم بالماء والتيت وجافيل، وكيبقى داكشي تما كاين. الجناب وكلشي كيما كان شي كحوليه شي حاجه كنحاول نحيدوها. كنضر عليه كامل، كنحكو مزيان بالملحة، أصلا الملحة كطهر وما كتبقى فيه حتى شي حاجة. كما تشاهدوا معنا الدجاج بدا كيتنقى، حتى في الصورة ديالو كيولي يعطي واحد المنظر عجيب، والحوت كيرتاح. أهم حاجة هي الحوت كيرتاح في داك الماء، تيكون نقي، تيكون فيه الأكسجين، ما تيكونش الحوت ديما طالع الفوق، حيت الا نقص الاكسجين يقدر يموت الحوت كامل. وهاد العمليه ما كنديروهاش ديما، مره في كل 4 شهور 5 شهور. من بعد ما غسلناه دابا راه سالينا، دابا كنشلو شي تشليلات خفافين صافي، وغنهزو من الشفون نمسحو مزيان نقيه، وعاد غادي ندير ليه الحجر ديالو لي زاكسيسوار ديالو، ونخوي فيه النص من داك الماء ديال الحوت. داك الماء ديال الحوت اللي درت فيه الحوت فيه ريحة الحوت، ضروري خصو يرجع، عاد زيدو الماء، حيت الا درتي الماء سيك غادي يموت ليك الحوت كامل. كما تشاهدوا معنا الكواريوم ديالنا ولا دقيقي وزوون، شفتوا كما كان موسخ في الاول، كان عيان. دابا شوف باقي ما درت فيه لا ما لا والو، ها هو باقي نقي، وباقي كما مسحته ما حتى حاجه. المهم غادي نكملوا، غنوريك كنختصر لكم شويه باش ما يجيش الفيديو طويل. مره كنوريكم حاجه باش تعرفوا الطريقه اللي مشيت معها. هذا هو الكواريوم ديالنا دابا، هو لقيقي كما كتشاهدوا معنا. هذا هو الكواريوم الاولاني اللي وريتكم، هذا هو الام، هنا فين كناخذ دوك الناس النتوات اللي تيكونوا حاملين كنهبطهم لتحت باش كيولدوا، كنطلعهم الفوق نخلي الوليدات لتحت. بحال دابا هنا هذه هي حامله، ها هي هذه حاملة، هذه حاملة، حيت هاد النوع كيولد ماشي كيبيض، كيحتفظ بالبيض ديالو في الكرش ديالو عاد كيولد. كما كتلاحظوا معنا هذا تبارك الله لي زاكسيسوار ديالو والديكور ديالو زوين.
مازال نعطيكم معلومات اللي بغى شي سؤال نجاوبه، ماشي مشكل. مرحبا، انا قلبت عيت على شي فيديو بحال هاد الشكل ما لقيتوش. ناخذ هي فكرة ساعة، الحمد لله درت الفكرة ديالي ونجحت الحمد لله، وهذا الشيء كله بفضل ديال الله سبحانه وتعالى. ها انتم تشوفوا تبارك الله شحال ديال الحوت الخير تبارك الله. انا هذا الشيء كان عشقه، عزيز عليا بحال هذا الشيء. كما تشوفوا معنا واحد ملي كيجي كيعطيهم الماكله ديالهم، جلس عليهم واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، هاد الشيء تيفرح صراحه. كتشوفوا معنا المنقي كلير، راه الجليج كيبان من لهيه. نكملوا الخدمه ديالنا الاولانيه اللي كنا فيها. دابا غير وريتكم هذا الفيديو، هذا الكواريوم باش تعرفوا، هذا هو اللي كناخذ منه دابا دوك النتيوات الكبارين اللي حاملين، كيعطيونا دوك الوليدات اللي وريتكم اللي درت في السطيله. نكملوا المهم ديالنا بعدا اللي بدينا فيه. كما كتشاهدوا معنا دابا غنقوموا بالغسل ديال داك الحجار وداك اللي كتدير ليه من تحت. هذا الحشر اللي تيكون التحتاني هو الاولاني في التفريشه، عاد كنزوقو بهذا. انا تندير لهم هادشي حيت عيل الوليدات، الوليدات كيبغيو فين يتخبى. كما كتشاهدوا معنا الملحه، ضروري من الملحه، الملحه دائما الملحه هي باش كنغسل انا باش كنطول هاد العملية ما كنقومش بها ديما مرة مرة. كما قلت لكم 4 شهر تقريبا، 4 شهر 4 شهر كنحاول نغسل الكواريوم ديالي باش الحوت كيرتاح. ملي درت الملح شو الماء كيتبدا الحجر كيتنقى كيتحيد منه داك الوسخ وكل شيء. ها كما كتشوفوا معانا هو ضروري ملي كتشريه كاع جديد كيكون موسخ، ملي كتشريه جديد خصك تغسلو ضروري من الغسيل. ملي غنسالي غندوز لهادشي تا هو غنغسلو، وغنحاول نقص داك الكوكياج واحد شي شويه، ما غنديروش كامل حيت الكواريوم عندي عمر بزاف. نحاول نقص هادشي نحيدو، هو مزيان للحوت، بالنسبه للحوت كيحس براسو بحال راه فشي بلاصه مزيانه. من بعد ما سالينا من هذا ولا رقيقي ولا زوين، غنجيو لهذا. ها الملحه كما كتشوفوا، الملحه هي اللي كتحيد الميكروبات، ضروري من الملحه. الملحه كتقتل جميع الميكروبات. شاهدوا معنا شو الماء فيه ولا شويه موسخ صافي. بديت نقشو، ها هو بدا كيتنقش هذا، لكن الملحه كتحيد داك
بعضياتو. دابا انا كنخدم مع بيد وحده باش نصور باليد الاخرى. شفتوا الماء كيبدا كيخرج نقي. نزيدو تشليلة واحدة أخرى وصافي. شفنا دابا كيولي نقي صافي بحال هكا كيولي في الكواريوم، حيت كلشي كيتغسل كيولي كلشي نقي، الحوت كيرتاح. هذه اخر تشليله، دابا غادي نهبط هذا الشيء باش نوريكم الطريقه ديال كيفاش كنستفو كيفاش كنصاوب داك الشيء. هاد كما كتشاهدوا الحوت ديالنا باقي مجموع بوحدو كيتسنى يرجع لبلاصتو، والاخرى حتى هي باقا هنايا. هذه دايره معهم حيت حامله، وكنغطيها باش تولد تما كاين، حيت لما غطيتهاش كتبقى تجري على هادو. كما كتشاهدوا معنا دابا هالكواريوم ديالنا، هذا خاص بتربيه الصغار، هذا كنديروه هنايا خاص بتربيه الصغار. ها هو كما تشوفوا معنا نقي، دابا غنحاولوا نديروا فيه داك المسائل ديالو. بسم الله. كيولي يبان دابا نقي، نحاول نقادو يمشي يمشي مقاد باش ما كيبانش شي ديفو ولا شي حاجة. كنغطيه كامل، وقبل ما نحط الكواريوم كنفرش ليه شي حاجه منه للرخامه، ما نحطوش ديريكت فوق الرخامه، ضروري كي دير كرتونه ولا شي. انا كندير واحد الطرف ديال الثوب، الطرف ديال الثوب كيشد من الراس حتى للراس باش كيكالي على ذاك الكواريوم ما يتشقق ما يتهرس ما حتى شي حاجه. كما كتشاهدوا معنا دابا راه من الجاجه من برا، شوف دابا كيولي يبان نقي وزوين. شوف المنظر ديالو كيولي يبان دابا زواون نقيقي، باقي ما فيه لا ما لا والو. تريفيبل من بعد ما استفنا الحجر ديالنا ها هو نقي ومقاد على حقه وطريقه. كنجي دابا كنبدا نستف الشيء الاخر، كندير هذه هنا كتعطينا واحد الديكور ملي كتعمر بالماء، كيبقى الحوت كيعجبو هاد الحجر هذا، كيبقى ياكل فيه داكشي اللي كيلصق فيه. هذا غير كنربي فيه هنايا الوليدات الصغيورين، كنربي فيه الوليدات الصغيورين ماشي مشكل كيما كان. داكشي علاش انا ما دايرش لي ديك لي زاكسيسوار الواعرين.
نحاول نخليها ما تكونش هابطة كاملة باش يلقى الحوت فين يدور فين يتخبى كيدخل ويخرج. انا واخا غسلت هادشي كامل ما نديرش هادشي كامل، نحاول نقص منه شي شويه. بارك الله يجعل البركة، ما نزيدش انا شي حاجة اخرى غير هذه. الله يجعل البركة. دابا نحاول نركب دوك لي زاكسيسوار الاخرين، البولا والفلتر والمسائل، وعاد نخوي الماء. كما كتشاهدوا معنا دابا الكواريوم ديالنا ها هو، ركبت لي لي زاكسيسوار ديالو، وركبت لي ماشي لي زاكسيسوار، هي الحجر والبولا ديالو ها هي ركبتها، هي نقيتها بالماء، غسلتها حتى هي بالملح، ضروري من الملح. دابا غنركب الترموستا ديالي، كما كتشوفوا الترموستا ها هي مريقلة على 28، 28 إلا جدنا نقصناها، ها كما كتشوفوا هي دابا 26، كنزيد ملي كيولي داك القلب حمر كامل، دابا 28، دابا أنا مريقلها على 28، وملي كديرها كتشعل ديك البولة كتبقى تشعل وتطفى. ملي كيسخن الماء كتطفى، وملي كيبدا ينقص درجه كتنقص ديك 27 هكاك كتعاود تشعل عاوتاني، تبقى ديما ما كتشعلش بزاف، مره مره هي كاع ما تستهلك الضوء.